بالشأن العراقي، كشف ضباط في جهاز الأمن الوطني عن أن ما يسمى بمجلس شورى داعش في الموصل أمر مسلحيه المهاجرين وقادته الأجانب من الخط الأول بالعودة إلى بلدانهم المجاورة وبعض دول إفريقيا وإعلان ولايات سرية هناك تمهيدا لشن هجمات. الرائد في جهاز الأمن الوطني العراقي بالموصل حروش الشمري أكد الإخبار الآن أيضا أن هؤلاء الأجانب الذين غادروا الموصل متخذين طرقا صحراوية إلى سوريا ومنها إلى اتجاهات أخرى سيشكلون مخاطر أمنية لبلدانهم التي يعودون إليها. واوعزوا الى ذويهم الى خدامهم من قاده داعش الى انسحاب العرب والاجانب خارج العراق وتشكيل ولايات جديده في العراق وفي خارج العراق حتى يكون الامر سري، ويحلمون حلم انهم سوف يعودون ان شاء الله من خلال العمل المقبل بعد التحرير ومسك الارض. سوف يكون العمل على ابطال هذا المشروع، ولكن هذا المشروع من حقيقه موجود لتكوين الخلايا النائمة داخل العراق وخارج العراق، ولكن يعني أوعدك أنا كشخص وأوعدك كجهاز أمن وطني بأنه لا يمكن أنه هذه العصابات تنمو مرة أخرى. لازم يكون تفكيرنا الأول أنهم يكونوا داخل الأجهزة الأمنية ومكانات حساسة، احتمال أنه يزرعون مظاهر. تعرف عصابات داعش لهم أعوان، ولكن هم يكونوا قريبين من الحدث، لازم يكونوا قريبين من الحدث ومن أصحاب قرار، لازم يكونون اصحاب قرار يعني بهذا الموضوع. فاحتمال انهم يزرعونهم في دوائر الدوله العسكريه او المدنيه، ولكن ان شاء الله انه راح تكون عيون العراقيين عيون ساهره، لان الظلم اللي شفناه وبطش داعش او جميع